ديالنا حاجتكم ما جيتكم على جوج تصاور، واللي عنده دقة الملاحظة يحاول يعرف الفرق الكبير اللي كاين بجوج تصاور في أقل من 3 ثواني. الصورة الأولى الصورة الثانية، الفرق اللي كاين بجوج تصاور هو وحدة فيهم كتسوى بزاف ديال الفلوس ووحدة كتسوى مسابقة. إوا بغيتي تفوز بوحدة بحال هادي، ما عليك غير تصيفط دوزام على 90 وراك كاطا مولاي. وهذه همزة الهموز، آخر فرصة للفوز.